موجز لأهم الأنباء، أهلا بكم. أحبطت وحدات من الجيش العربي السوري محاولات مجموعات من إرهابي تنظيم داعش الاعتداء على بعض النقاط العسكرية في ريف السويداء الشمالي الشرقي، وكبدتهم خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد. مصدر عسكري أفاد بأن وحدات من الجيش اشتبكت مع مجموعات من إرهابيي داعش حاولت الاعتداء على بعض النقاط العسكرية في منطقة القلعة وسد الزلف والمخفر الفرنسي في ريف السويداء الشمالي الشرقي باتجاه البادية. أدانت سوريا بشدة الهجومين الإرهابيين اللذين تعرضت لهما الجمهورية الإسلامية الإيرانية وأديا إلى استشهاد وجرح عدد من المواطنين الأبرياء. وقالت وزارة الخارجية والمغتربين إن مثل هذه الهجمات الإرهابية الغادرة التي تقف خلفها دول ودوائر معروفة لن تثني سوريا وإيران عن استمرارهما في محاربة الإرهاب. الوزارة أضافت أن سوريا تعبر عن تضامنها التام مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيقة وتتقدم من أسر الضحايا بصادق التعازي والمواساة. كما أدان مجلس الشعب بأشد العبارات الاعتداءين الإرهابيين في طهران داعيا إلى توحيد جهود دول العالم أجمع لمكافحة الإرهاب. أكد قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي أن الاعتداءين الإرهابيين اللذين وقعا في طهران لن يؤثرا على إرادة الشعب الإيراني. وشدد الخامنئي على أن الإرهابيين أصغر من أن يؤثروا على إرادة الشعب الإيراني وأنه سيتم هؤلاء المجرمين. بدوره أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن الشعب الإيراني سيبرهن مرة أخرى أنه قادر على إحباط أي مؤامرة من خلال وحدته وتماسكه. وشدد روحاني على أن الاعتداءين الإرهابيين سيعززان إرادة إيران في مكافحة الإرهاب الإقليمي والتطرف والعنف. أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن العدوان السافر والخطير الذي شنه التحالف الدولي غير الشرعي الذي تقوده الولايات المتحدة على قوات الجيش العربي السوري يشكل دعما للإرهاب وتهديدا للأمن والاستقرار. وحذرت الخارجية في رسالتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي من مخاطر هذا التصعيد، وطالبت الإدارة الأمريكية ودول التحالف بالتوقف عن شن هذه الهجمات التي لم تؤدي عمليا إلا إلى تقوية تنظيم داعش الإرهابي. أعاد مجلس الشعب انتخاب مكتبه، فجاءت الدكتورة هدية عباس رئيسا له والأستاذ نجدة أنزور نائبا للرئيس ورامي صالح وخالد العبود أمينين للسر وعاطف الزيبق وسناء أبو زيد مراقبين. وعقد مجلس الشعب جلسته الرابعة من الدورة العادية الرابعة للدور التشريعي الثاني والتي خصصها لانتخابات مكتب مجلس الشعب التي تجري سنويا وفق النظام الداخلي. إلى اللقاء.